للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أو عبر سكايب من باريس الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله. مرحبا بك دكتور إسماعيل. كيف تقرأ رفض 13 نقابة دعم مساعي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة؟ في البداية أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. يجب أن نصحح معلومة أو مصطلح أو ما يتداوله في الإعلام، خاصة ما فورد في تقاريركم الآن على أن الرئيس كتب رسالة وقدم رسالة. الرئيس ميت، وهؤلاء الجماعة ما زالوا يقدمون هذه الرسائل ويكتبون هذه الرسائل باسم بوتفليقة. بوتفليقة الغير موجود، هو ما يعني أخبار تقول بأنه توفى، وأخبار والمؤكد أنه متوفي سواء كلينيكيا أو غير موجود أصلا. إذن فهؤلاء الجماعة ما زالوا يسوقون للرأي العام على أساس أن بوتفليقة يعي ويكتب ويراسل ويتكلم ويفقه ما يدور حوله. هؤلاء ما زالوا لم تس يعني الرسائل وصلتهم، الرسائل من الشعب الجزائري وصلتهم رسائل قوية، ولكن للأسف لم يستمعوا إليها جيدا. فأنا أقول أن هذا الإجراءات التي جاءوا بها، والقاعدة تقول ما بني على باطل فهو باطل، هذا التمديد العهدة الرابعة لهذا الرئيس الميت هو إجراء غير دستوري. وما جاء بعده، هذه الحكومة التي تم تعيين أو ترقية وزير الداخلية إلى رئيس حكومة، والإتيان ببدعة جديدة اللي هي حكومة برأسين التي لا توجد في الدستور، هذا انتهاك آخر. هذا الآن التخبط واضح من خلال هذه المجموعة التي الآن تعيش في تخبط حقيقي، والدليل على ذلك كما أشرتم على أن هذه الحكومة لم يستطيع أن يجمع عليها بضع وزراء. الآن كما قلت في تقريركم على أن هناك نقابات عديدة رفضت وشخصيات أخرى رفضت، بالتالي فإنهم لن يستطيعوا كلها، بالتالي يعني مصادر تريدنا يعني من الوكالات أنباء دكتور إسماعيل خلف الله، يعني هل ترى أن الشارع في الجزائر دخل مرحلة جديدة يعني من التعاطي مع النظام الحاكم في الجزائر، يعني خروج من العقدة الخامسة والانتقال ربما إلى فضاء أرحب، كيف تنظر إلى الأمر؟ أنا أقول أن هؤلاء الجماعة هو في الحقيقة هذه الجماعة التي في الواجهة، هذا نور الدين بدوي والعمامرة، ما هي إلا أدوات. العلبة السوداء هي المؤسسة العسكرية، هذه الحقيقة. خطاب، لو نتتبع خطاب القايد صالح في البداية، كان في بداية الحراك كان يهدد ويقول هؤلاء المغرر به، هذا الشعب الذي خرج مغرر به. بعدها بأسبوع يعني في 22، ثم جاءت ما يعني خروج طلبة في 26، ثم جاءت الجمعة 1 مارس، ثم 8 مارس. فهو الخطاب نراه يتغير من 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 مرحلة إلى مرحلة. بعدها يعني في الأسبوع الأول تغير الخطاب وأصبح أن الجيش هو إلى جانب الشعب. اليوم في خطابه اليوم هناك تصريح، يعني ما زال حتى لم يقل فقط أنهم سيزيحون أو سيتخلون على اسم بوتفليقة، لكن هو صرح على أساس أن الجيش وأنه يتخندق مع الشعب، وأن يعني ما يطلبه الشعب سيكون، وأن هذه الأزمة التي تمر بها الجزائر سيكون لها حل. يعني هناك ليونة متناهية من الخطاب بعد ما كان خطاب ترهيب وخطاب أن صورة سوريا وصورة مرحلة التسعينات أو الفترة الدموية التي مرت بها الجزائر. فيما يخص كذلك ما نسجله
دكتور إسماعيل، الأخضر الإبراهيمي يعني غادر الجزائر بعدما فشل في إقناع الحراك والمعارضة بجدوى خطة بوتفليقة، ما الدور الذي أريد للإبراهيمي وكيف ترى تعاطي الشارع معه؟ أنا أقول يا سيدي، أنا والله سؤالك في هو جاي في الجواب، يعني أنا أقول لك الجماعة في تخبط، هم الآن أقدموا يعني أحضروا هذا الأخضر الإبراهيمي الذي كان وزير خارجية الانقلاب في بداية في 92، هذا كلهم أوجه الأزمة، جيء بهم لحل الأزمة، أيعقل هذا؟ لا، هذا الشعب رافضهم جملة وتفصيلة. هذا يعني الأخضر الإبراهيمي والعمامرة، العمامرة الآن يتجول من عاصمة إلى أخرى يستنجد في الأنظمة الغربية على الشعب الجزائري. للأسف الشديد هؤلاء هم ضد الشعب الجزائري، وللأسف هؤلاء يريدون أن يركعوا الشعب الجزائري. طيب، الذي خرج لكل حراك نعم، لابد يعني يعني بعض البعض يرى بأنه لابد لكل حراك أن يكون هناك قيادة لهذا الحراك، من وجهة نظرك عدم وجود قيادة لهذا الحراك يشكل ذلك عامل قوة أم عامل ضعف؟ أنا أعتقد أن هذا الشارع الذي أطر نفسه بنفسه وأخلط كل أوراق هذه السلطة وهذه الجماعة ليستطيع أن يواصل هذا الحراك بدون قيادة. القيادة الآن، هؤلاء السلطة يريدون على القيادة لينقضوا على هذه القيادة سواء ترغيبا أو ترهيبا. الآن التجربة أثبتت على أن إذا خرجت قيادة لهذا الحراك في هذه اللحظات بالأخص، أن السلطة ستراهن وستلعب كل أدوار كما لعبتها تجارب. يعني الشعب الجزائري في الحقيقة نقولها أنه جرب كل التجارب مع هذه السلطة وهو مع هذا النظام، وهو الآن يعني يعطي دروس بهذه السلطة. السلطة الآن في حالة تخبط والشارع ما زال مصمما. أنا قلت أنهم كانوا يراهنون على هذه الجمعة 8 مارس، كانوا يراهنون على أن جمعة 15 مارس ستكون أقل، وبالتالي فالنظام أو المجموعة هذه المجموعة سيواصل في مخططهم الذي خططوه، ولكن فوجئوا بالفيضانات أو ب20 مليون تخرج جزائري بصورة سلمية بصورة حضارية أبهرت العالم، وما زاد يخرجون. غدا 19 مارس وهو ذكرى الاستقلال أو ذكرى وقت إطلاق النار 19 مارس 1962، سيخرج الشعب الجزائري أيضا، والجمعة المقبلة سترون وسيرى العالم أن الشعب الجزائري ما زال مصمما على سلميته، وأن هناك العناصر الأمنية وعناصر الجيش سترونها في المسيرات وفي التجمعات وفي المظاهرات ومتخندقة مع هذا الشعب بدون قيادة. والقيادة ستظهر عندما تكون للسلطة النية في الاستماع حقيقة إلى ما يريده الشعب. الآن الشعب يريد، لا يطلب، الشعب الآن يريد ولا يريد هذه الإجراءات، يرفض كل هذه الإجراءات، كل هذه الحكومة التي جاء بها أو رئيس الحكومة التي جاء بها بالأحرى، أو هذه التدفئة التي ينادون بها لعقد. نعم، شكرا لك عبر سكايب من باريس الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله.